السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. شايفين التحفة الفنية دي؟ دي عبارة عن صينية أجنحة الدجاج مع البطاطس. هنعملها بطريقة سهلة جدا وطعمها حلو جدا، وهنعمل جنبها الأرز الأوزي، ألذ أرز ممكن تاكلوه. طبعا أنا عاملاه بالرز المصري الجميل بتاعنا، ممكن لو حابين تعملوه بالرز البسمتي. أتمنى وصفة النهاردة تنال إعجابكم، وأتمنى كمان تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديدة. أول حاجة هنعمل التتبيلة، هنحتاج علبة زبادي، وهنضيف على الزبادي شوية إضافات، هنضيف عليها معلقة صغيرة توم مفروم، ومعلقتين صغيرين ملح، ونص معلقة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة من الأوريجانو أو الزعتر، وهنعصر عليهم نص ليمونة، وكمان هنضيف نص معلقة صغيرة سكر، ومعلقة صغيرة من هريسة الفلفل الأحمر، وهنضيف عليهم كمان 4 معالق كبار زيت، ومعلقتين كبار خل أبيض، وكمان حوالي 4 معالق كبار كاتشب. وهنقلب المكونات دي مع بعض كويس. طبعا ممكن نستبدل الكاتشب بصلصة الطماطم وهريسة الفلفل الأحمر بالفلفل الأخضر مع التوم، الخلطة اللي بنتبل بيها البتنجان. احنا بنحتاج الجزء ده من أجنحة الدجاج، هنضيف عليه 2/3 الخلطة اللي عملناها، وهنسيب الباقي نتبل به الخضار. هنقلب أجنحة الدجاج مع الخلطة دي كويس جدا، بعد كده نغطيها ونحطها في التلاجة لمدة ساعة كاملة، والأفضل طبعا لليلة كاملة. دلوقتي هنقطع الخضار، هنستخدم قطاعة المخلل دي في التقطيع، ولو ما عندكوش استخدموا السكينة العادية. معانا جزرتين متوسطين، هنقطعهم دوائر بالشكل ده، والدوائر رفيعة مش تخينة، وكمان هنقطع البطاطس بنفس الطريقة، وبرضو البطاطس الشرايح بتاعتها هتكون رفيعة لأن الأجنحة ما بتاخدش وقت في السوى. وكمان معانا بصلة هنقطعها دوائر، وطبعا ما بنحتاجش البصلة كلها. وهنجيب طماطماية، والطماطماية تكون جامدة، ونقشرها بالطريقة دي. أنا هحتاج قشرة الطماطم، هعمل بيها الوردة اللي في النص. كده أنا قطعت كل الخضار، طبعا في بواقي بصل وبواقي طماطم أنا هعملها بعدين أو هشوحها في طاسة كده على جنب. دلوقتي هضيف باقي التتبيلة على الخضار ده وأقلبها معاه كويس، بس طبعا لازم أضيف عليها شوية توابل الأول. هضيف معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود، وكمان هضيف عليها مكعب ماجي أو مكعب مرق الدجاج، بيدي الخضار طعم جميل جدا. وهضيف كمان 2 معلقة كبار زيت، وأقلب التتبيلة والتوابل دي مع الخضار كويس جدا. دلوقتي هرص الصينية. هحتاج الصينية دي صينية البيتزا أو صينية البسبوسة أو أي صينية عندكم، وأرص فيها البطاطس بالطريقة دي. طبعا لو ما عندكوش الصينية دي ممكن تخلطوا المكونات كلها مع بعض وتحطوها في صينية عادية. طبعا الديكوريشن أو رصة الصينية بتكون حسب الرغبة. ممكن كمان لو حابين البصل زيادة تحطوا شريحة بصل وشريحتين بطاطس وهكذا. وبعد ما نرص البطاطس هنرص أجنحة الدجاج. هنرص أجنحة الدجاج نصها على البطاطس بالشكل ده، ونصها في الصينية. أنا احتجت للصينية دي بطاطيتين متوسطين، وحوالي 1.5 كيلو أو 2.25 كيلو من أجنحة الدجاج. وأجنحة الدجاج بيكون معاها الكتاف، أنا شلت الكتاف، هعملهم أكلة تانية.
ويعني الكمية كلها كانت 4 كيلو من الأجنحة والكتاف مع بعض، والأجنحة بس حوالي 1.5 كيلو أو 2.25 كيلو. بعد كده هرص الجزر الشرايح، ولو عندي كوسة أقطعها شرايح وأرصها مع الجزر. بيكون طعم الكوسة في الوصفة دي حلو جدا. وهجيب شوية من دواير البصل أحطهم في النص بالشكل ده، وممكن كمان أقطع طماطم مكعبات وأحطها مع البصل. دلوقتي هجيب قشرة الطماطم وألفها بالشكل ده عشان أعملها وردة وأحطها في النص. وزي ما قلتلكم رصة الصينية بتكون حسب الرغبة أو حسب الذوق. ممكن كمان أجيب شوية من دواير البصل وأحطهم حوالين الوردة بالشكل ده، بيدوا برضو شكل حلو جدا. بعد كده هجيب كوباية من المية وأصبها على الطماطم في النص بالراحة بالشكل ده. ممكن أسوي الصينية دي في الفرن على طول على درجة حرارة 200 لمدة ساعة، بس أنا هسويها على البوتاجاز من فوق الأول. بهدي النار على العين المتوسطة اللي هي العين الكبيرة، وأحط عليها الصينية وغطيها وأسيبها تستوي براحتها. وده شكلها بعد حوالي ساعة لربع. هناخد شوكة ونشوف الأجنحة استوت ولا لا، وكمان البطاطس وكمان الجزر، شايفين كلهم سوا واحد اهو. بعد كده هدخلها تحت الشواية عشان الوش بتاعها يتشمع. دلوقتي هعمل الرز، هحط في الحلة 2 كبار زيت ومعاهم 2 كبيرة زبدة، وهسيب الزيت والزبدة يسخنوا كويس جدا. بعد كده هضيف عليهم بصلة صغيرة مبشورة، وهشوح البصلة حوالي 1 دقيقة بس في الزيت. بعد كده هضيف عليها البسلة، ده حوالي 1/2 كوباية بسلة، وهشوح كمان البسلة مع البصل شوية حوالي 2 دقيقة فقط. بعد كده هضيف 2 صغيرة ملح، ونص 2 صغيرة من البهارات السبعة، وكمان هحط عليهم ورقة لوري، وهقلبهم مع بعض شوية. هقلبهم حوالي 2 دقيقة فقط. بعد كده هضيف الرز المغسول. ممكن تستخدموا الرز البسمتي، بس أنا استخدمت الرز المصري العادي. دلوقتي هشوح الرز مع الحاجات دي شوية حوالي 2 دقيقة. الرز يتشوح شوية وياخد من طعم التوابل والبصل. بعد كده هضيف عليه مكعب مرق الدجاج أو مكعب ماجي، وبرضو هقلب مكعب الماجي مع الرز شوية حوالي 1 دقيقة بس. بعد كده أضيف عليه المية المغلية. طبعا لو هنعمله بالرز البسمتي، لكل كوباية رز بسمتي 1.5 كوباية مية، بس لو الرز المصري لكل كوباية رز مصري 1 كوباية مية، أو يدوب المية تغطي الرز بالشكل ده. بعد كده هنغطي الحلة ونسيب الرز يشرب المية بتاعته. بعد كده نوطي النار خالص ونبشر جزرتين متوسطين أو جزرة كبيرة، ونحطها على وش الرز ونغطي الحلة تاني، ونسيب الرز يستوي على نار هادية وياخد كمان من طعم الجزر. وده شكل الرز بعد ما شلناه من على النار. أول ما نشيله من على النار نقلب الرز مع الجزر، وبعد كده نقدمه. طعم الرز ده بيكون حلو جدا، وبالذات لو استخدمنا البهارات السبعة بتديه طعم مميز مختلف عن أي رز بنعمله. مناسب جدا للعزومات، وكمان كفطار في رمضان، وكمان جنب المشويات بيكون طعمه حلو قوي.
ودي صينية البطاطس بعد ما دخلناها تحت الشواية شوية. شايفين شكلها حلو جدا ازاي وطعمها حلو قوي، احلى كمان من شكلها، وتنفع كمان للعزومات وكمان كفطار في رمضان. وبس كده، كده الوصفة بتاعتنا النهاردة خلصت، او غدانا النهاردة خلص. اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.